أكو يمك أقدر أطلب منك قلم ورقة لو بعيدة؟ قلم ورقة إذا بعيدة خليها. والله بالموبايل عندي قلم ورقة. طيب مو مشكلة تقدر تستخدمه إذا. طيب أنا عندي مانشيت إذا تقدر أنت تكتبه، إذا ما تقدر ممكن إلى أنه أنا أعيد هذا المانشيت أكثر من مرة. العراق يعيش في زمن الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي من 2003. هذا المانشيت أنا رسل المالكي حاول إلى زمن الديمقراطية وحرية الرأي، حرية التعبير عن الرأي من 2003. حلو؟ زين. عنوان مانشيت. إذا ما طلبت منك إلى أنه تعدل لي عليه، شنو ممكن أن تضيف له، شنو ممكن أن تلغي منه؟ سهلوا. أي. الله يستر طولنا. أنت تحدثت عن حرية التعبير والديمقراطية أنا قلت العراق أزال الكمامة عن فمه ووضعها في أذن السياسيين. عاد هسه روح احكي للصبح ما حد يسمعك. مو كانت على حلقنا صارت بذانه. حلو، معبرة كلش. اي بس يعني اكو عندنا مساحه للحريه نقدر ان نحكي بيها، بس ما حد يسمعنا. نقدر بس نقعد باسطنبول. وذا بغداد الله يستر هناك. احنا المشكله اكو ناس روضت نفسها وعرفت تسكت، اكو ناس ما تقدر تسكت. عندها رد فعل على كل فعل. زين شو يضمن لي انا هناك وعندي الف واحد قبلي راحوا؟ شنو اللي يخوف يعني للأمانة؟ اللي يخوف أبو دراجة اللي مصطلح عرفه، لو أن يكون هناك مثلا دعوة قضائية، وهذا أمر طبيعي يعني مثلا ممكن. لا لا، دعوة قضائية أبدا أبدا أبدا. أنا جدا أحترم أن تكون المشاكل تحل بالقانون. حلو. وما عندي أي مشكلة مع القضاء العراقي، ولا عندي أي مشكلة مع الجهات الحكومية العراقية، ولا حد رافع علي دعوة، ولا عندي أسه الآن إذا أريد أروح بشكل رسمي إلى بغداد أروح بمنتهى الحرية، لأنه ما عندي أي قضية قضائية من ناحية الدولة. ولا عندي مع الجهات الأمنية، ولا أبدا أبدا نهائيا، مواطن عادي طبيعي. لكن المشكلة مو يم الدولة، المشكلة يم الدولة الثانية اللي بصفها اللي هي هم جوا بالعراق. وكو دولتين هي تحكم، واحدة رسمية وكو دولة ثانية خطيرة. هذه ما عدها يعني طرق رسمية بحل المشاكل وقضاء ودعاوي مثلا، أو مثلا رد عليك بالطريقة اللي أنت تتكلم بيها، أو مثلا أنا أكتب مقال ويجي واحد آخر يجاوبني بمقال بنفس الطريقة من النقاش بالمصطلحات والمفردات المحترمة اللي إحنا نكتب بيها، يجي يجاوبني بنفس الطريقة. هذا ما موجود.